موجز التاسعة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. شدد مجلس الأمن القومي التركي على وجوب تجنب الخطوات الأحادية الجانب في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات بشكل قانوني. جاء ذلك في بيان في جو يسوده الهدوء أصدره المجلس مساء الخميس عقب اجتماع ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجاء في بيان أن أنقرة تدعو العاصمة المجتمع الدولي للوقوف في وجه الفاعلين الذين يستغلون المرحلة الحالية لمصالحهم الخاصة. أفادت صحيفة كالكاليس الإسرائيلية الخميس بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنيتها للأمن الإلكتروني بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة NSO الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس. وقالت الصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها إن المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية. وتم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط من أصل 202 وسط انتقادات دولية لاستخدامها في اختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في دول عدة. أعلنت القوات المسلحة الإثيوبية نشر وحدات من الجيش في محيط منطقة سد النهضة لتأمينه ضد أي خطر بعد محاولات وفقا لإذاعة فانا الإثيوبية. وقالت قوات الدفاع إن أعمال بناء سد النهضة الكبير ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، حيث يعكف الجيش على أداء واجباته في منطقة. وأشارت قوات الدفاع الإثيوبية إلى وقوع محاولات متكررة من قبل من وصفتهم بقوات المرتزقة لزعزعة الأمن في منطقة السد، لكن القوات المنوط بها حراسة المشروع تمكنت من هزيمة المهاجمين. هددت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تتعاون تعاونا أكبر مع الوكالة في تصعيد قد يقوض المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015. وقالت الولايات المتحدة في بيان لمجلس محافظي الوكالة إنه إذا لم يعالج عدم تعاون إيران فوراً لن يكون أمام المجلس خياراً سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة، مشيرة على الأخص إلى إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورشة كرج التي تصنع أجزاء لأجهزة الطرد المركزية المتطورة التي تخصب اليورانيوم. أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق حسين حمّى كريم قطع إيران إمدادات المياه عن الإقليم بنسبة 100%. وقال المتحدث إن 70% من مياه نهر السروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كردستان، وقطعت إيران هذه الإمدادات وغيرت مسارها كما غيرت مسار نهر الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت نسب مياه الأنهار في إقليم كردستان بصورة ملحوظة. اتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باستفزازه لاستقباله في قصر إليزي خصمه الأبرز الرئيس البرازيلي الأسبق اليساري لولا دافيلا. وقال بولسونارو في مقابلة إذاعية: لقد كان ماكرون دوما ضدنا، لقد هاجمنا دوما بشأن قضية الأمازون، لذلك فإن هذا الأمر يبدو مضيفا بالقول أن ماكرون ولولا يعتبر هذا استفزازا وهما متفاهمان ويتحدثان. وكان ماكرون قد خص الرئيس نفس اللغة البرازيلية الأسبق الأسبوع الماضي باستقبال رسمي في قصر إليزي.
أعادت مصر افتتاح طريق الموكب الكبرى التاريخي المعروف بطريق الكباش مساء أمس الخميس في احتفال ضخم بمدينة الأقصر في صعيد مصر، ويبلغ طول الطريق نحو 300 كيلومتر وعرضه 76 مترا على جانبيه أكثر من 1000 تمثال لأبي الهول، ولكن برأس إنسان وبرأس كبش في رمز الإله أمون. وخلال فعالية الافتتاح قال وزير الآثار المصري خالد العناني إن الحدث الأساسي هو الكشف عن طريق الكباش، أكبر مشروع أثري في مصر منذ عام 1949. نهاية الموجز، إلى اللقاء.